يقول السائل: هل يقبل دعاء الكافر؟ في حالة الضرورة يقبل دعاء الكافر، في حالة الضرورة، لأنه يخلص الدعاء في حالة الضرورة فيستجاب له، ولأن الله سبحانه وتعالى ربه وهو بحاجة إلى ربه عز وجل، فيخلص الدعاء في حالة الضرورة فيستجاب له في حالة الضرورة والشدة. نعم. وكذلك يقبل دعاء الكافر إذا كان مظلوما، دعاء المظلوم يستجاب ولو كان كافراً.